سواء روح النظام ولا بقى نحن مع الثورة السورية مع رحيل بشار الأسد. لم يكن جديدا إعلان علي بوعجين الحجيري أن عرسال تدعم الثورة السورية أو أنها ترسل سلاماتها إلى الشيخ سعد، لكن الجديد كانت دعوة العامة لحمل السلاح مع إنذار للقوى الأمنية. راح نقول للقوى الأمنية وللدولة مين ما كان يكون، أي عرسالة بعد نهان وهاي مفروض يحمل سلاحه بسيارته وين ما كان بما بيتعرض له، يا قاتل يا مقتول. ما البلدة التي لمع اسمها في التهريب والاختطاف والاعتداءات من وإلى الجانب السوري ترفع الصوت اليوم تعقيبا على اختطاف أحد أبنائها وتدخل في العتب السياسي على 14 من أذار. لنا عتب كبير وخاصة على قوة 14 أذار، هذه القوة نحن العتب بالسياسة الحياة مش بشي تاني. المطلوب استعادة الحكومة، المطلوب استعادة الدولة. أما الأمانة العامة التي تزور البلدة للمرة الأولى فرغم الحرمان والمشاكل الاجتماعية المتنامية فيها تقول اليوم ألم عرسال هو ألم كل لبنان إن صب في سياق الأزمة السورية. في معنى شخصيات من المجتمع المدني أتوا من بيروت من كل جبل لبنان من كل الطوائف حتى نقول لعرسال بأن قضيتكم ليست قضية بلدة عرسال وليست قضية طائفة وليست قضية مذهب، إنما هي قضية كل لبنان. أي انتهاك لسيادة لبنان من قبل جيش النظام السوري هو انتهاك لنا جميعا وليس فقط لأهل عرسال. تجدر الإشارة أن عرسال مأهولة بثلاثين ألف نسمة ولها حدود تمتد جغرافيا بتعرج 75 كيلومتر مع سوريا، وقد قتل أحد شيوخها منذ أسبوع بينما كان يقاتل في سوريا ضد النظام ودفن في جوس السورية.